هذا يقول إنه في بلدنا يقوم الجماعة، يقوم المصلون بالتسبيح الجماعي بصوت مرتفع. نقول هذا بدعة، هذا بدعة. التسبيح مشروع، التسبيح بعد الصلاة مشروع، التسبيح والتحميد والتكبير 33، كل كلمة 33، وتختم تمام 100 لا إله إلا الله، له لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. هذا مستحب، لكن أفراد لا جماعات. أما بصوت واحد جماعي فهذا بدعة، إنما كل واحد يسبح الله 33 ويحمد الله 33 ويكبر الله 33 ويقول تمام 100 لا إله إلا الله، له لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. كل واحد بنفسه بدون جماعة وبدون صوت مرتفع. نعم.